عزة الشموخ والكبرياء تقول لكم: نحن قدمنا خيرة أبناء شعبنا شهداء، وخضنا انتفاضتين وثلاث حروب، ولكن في هذا الوقت نحن مستعدون أن نخوض يعني وحدة وطنية كبيرة، ومستعدون أن نكون موحدين مرابطين من أجل مدينة القدس. القدس هي من ستوحد الجهود الفلسطينية واستعادة يعني الحوار الوطني الفلسطيني الشامل على أساس يعني مهني وعلى أساس وطني، من أجل استعادة ما تم اغتصابه من قبل الإسرائيليين والإدارة الأمريكية. أن شعبنا يتخندق الآن خلف هذه